مدي الخطى واستمري يا ندوتي العالمية، يا ندوتي العالمية، للخير دومي رحابا خصبا لدين ودنيا، خصبا لدين ودنيا. مدي الخطى واستمري يا ندوتي العالمية، يا ندوتي العالمية، للخير دومي رحابا خصبا لدين ودنيا. يا ندوتي العالمية عطاك عم اليتامى في الأرض عرضا وطولا، فكم رعيت مناهم وكم بنيت عقولا. عطاك عم اليتامى في الأرض عرضا وطولا، فكم رعيت مناهم وكم بنيت عقولا. مدي الخطى واستمري يا ندوتي العالمية، يا ندوتي العالمية، للخير دومي رحابا خصبا لدين ودنيا. يا ندوتي العالمية مساجد شامخة يدعى إلى الله فيها، ودور خير وبر قبال. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وهذا حديث صحيح يرشد فيه المولى على لسان رسوله أن شكر الناس من الدين، بل ومن حفظ المعروف. ونخص بالذكر الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هذه الندوة المباركة نشكرها رئاسة، ونشكرها أعضاء على ما قدمت وأعطت وأنفقت. مساجد شامخة يدعى إلى الله فيها، ودور خير وبر طوبى لمن شيدوها. مسجد شهداء جبالة، نشكر الندوة العالمية للشباب الإسلامي على ما قدمته لنا في هذا المسجد الذي يعني كان فكرة إعماره حلم وأصبح حقيقة، فنشكرهم وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. نتقدم بجزيل الشكر للندوة العالمية للشباب الإسلامي على ما قدموه لنا من إعمار هذا المسجد، جزاهم الله ألف ألف خير يا رب العالمين وبارك الله فيه. ندوتي العالمية، للخير دومي رحابا خصبا لدين ودنيا. يا ندوتي العالمية، بذل وإفطار صائم ورأفة بالفقير. إنه لمن فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا في هذا المسجد المبارك وفي هذا الحي الكريم العامر بهذه الوجوه النيرة الطيبة المقبلة على الله سبحانه وتعالى، أن من الله علينا بفرش مسجدنا بسجاد جديد أشرفت عليه مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هذه المؤسسة الكريمة المعطاء. شكلت جسر اتصال في عالم مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي على ما قدموا فرش سجاد المسجد وترميمه، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتهم، اللهم آمين. نشكر مؤسسة الندوة العالمية للشباب الإسلامي على ما قدموه للمسجد الشهيد محمد الهندي على فرش المسجد، وجزاهم الله عنها خير الجزاء. الخطى واستمر يا ندوة العالم.
العالمية، يا ندوة العالمية، للخير دومي رحابا خصبا لدين ودنيا، يا ندوة العالمية دومي لصنع ارتقاء. أخواننا في الندوة العالمية على هذه الأعمال الطيبة، بصماتكم تنتقل من مكان لمكان، من مسجد لمسجد. نشكر الندوة العالمية للشباب الإسلامي على مساهمتهم الفعالة والرائعة جدا في ترميم هذا المكان الطيب المبارك متوضى مسجد الهدى والنور. بارك الله فيهم وإن شاء الله في ميزان حسناتهم جميعا يا رب العالمين.